السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. شركة وان بلس عملت مفاجأة انها نزلت موبايل تاني السنة دي بعد الوان بلس 2، والمفاجأة الاكبر انه ب $250 بس، ده وان بلس اكس. الباكجينج بتاع الوان بلس اكس سيمبل وشيك، وهتلاقي الحاجات المعتادة من وان بلس. كابل الموبايل بيجي رابر ومصنوع كويس جدا، بس المرة دي مايكرو يو اس بي مش يو اس بي سي زي الوان بلس 2. وطبعا هتلاقي شحن البيت العادي اللي بيديك باور اوت بوت 2 ملي امبير. وتحت الموبايل في مفاجأة ظريفة من وان بلس، غير السيم ريموفال تول في سيليكون كيس شفافة، بس في سبب ان وان بلس حطها انكلودد مع كل موبايل، وهقول لكم عليه كمان شوية. وطبعا هنلاقي شويه الاوراق المعتاده وبس. دي كل حاجه في علبه الوان بلس اكس. ونيجي للمهم، طبعا ب $250 بس ممكن تتوقع الوان بلس اكس يكون كله بلاستيك والكواليتي تكون تعبانه، بس المفاجاه ان الموبايل مصنوع كويس جدا من فوق وتحت، جوريلا جلاس، والفريم كله ألمونيوم وشامفرد من الحروف، والازاز من فوق وتحت جايب كيرف مع الفريم. اوفر اول بصراحه الكواليتي ممتازه جدا، والموبايل شكله احسن من موبايلات اعلى من سعره بكتير. من اليمين هتلاقي زراير الباور والفوليوم والسيم تري. الزراير ليها تكستشر وكليكي وشغاله كويس جدا، والسيم تري بتديك اوبشنز، ممكن تستخدم 2 سيم كارد او 1 سيم كارد مع اس دي كارد. وطبعا دي حاجه مفيده جدا عشان توسع الميموري بتاعت موبايل، بالذات الميموري بتاعت الوان بلس اكس 16 جيجا بس. امام الشمال هتلاقي زرار واحد بس، نفس اللي كان موجود في الوان بلس 2، وهو الاليرت سلايدر، وده ليه 3 اوضاع عشان تتحكم في النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك على الموبايل. All بيسمح لكل النوتيفيكيشنز انها توصلك. Priority بيسمح بس للنوتيفيكيشنز المهمة زي المنبهات مثلا. None ده طبعا بيمنع اي نوتيفيكيشن انها تظهر على الموبايل. من فوق مفيش غير 3.5 ملي هيدفون جاك، ومن تحت في فتحة المايكرو يو اس بي، وفتحات المايك من ناحية، وفتحات السماعات من ناحية. والسماعات هنا مونو مش استيريو، وصوتها مش سيء بس مش ممتاز. ونيجي لمواصفات الموبايل. الوان بلس اكس بيجي مع بروسيسور سناب دراجون 801، وده نفس اللي كان في الوان بلس 1. بيجي كمان مع 3 جيجا رام وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل. البطاريه هنا مقاسها كويس على حجم الموبايل 2525 ملي امبير، والكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل مع سنجل فلاش. ونيجي للشاشه اللي في رايي هي احسن حاجه في الوان بلس اكس. الشاشه هنا مقاسها 5 انش اموليد وريزولوشن 1920x1080، ودي اول مره نشوف اموليد من شركه وان بلس، اللي تعودنا دايما ان موبايلاتها بتنزل مع LCD. شاشة الوان بلس اكس فعلا ممتازة، البرايتنس عالي والالوان قوية جدا والكونتراست خطير، كل حاجة شكلها حلو جدا على الشاشة بالذات اللون الاسود. وعشان مقاسها 5 انش فاستخدام الموبايل بايد واحدة يعتبر سهل جدا. وطبعا الاموليد بتديك اوبشن الامبيان ديسبلاي اللي بيطلع لك نوتيفيكيشنز بالابيض والاسود لما الشاشة تكون مطفية، بس في الوان بلس اكس كمان تقدر تشغل الاوبشن ده في الوقت اللي انت عايزه بمجرد انك تمرر ايدك من فوق الشاشه. زي الوان بلس 2 الوان بلس اكس بيجي مع اوكسجين او اس، وسوفت وير شغال على لولي باب 5.1، وميزته انه قريب جدا من الستوك اندرويد. السوفت وير خفيف جدا وشغال كويس، والبرفورمانس سريع، والمالتي تاسكينج ما فيهوش اي مشاكل، والجيمز اللي جربتها كمان شغاله كويس، وقليل قوي ما حسيت باي بطء في البرفورمانس او اي تهنيج. مفيش مشاكل كمان مع الحراره، الموبايل مش بيسخن، واخره ان ظهره بيبقى دافي شويه بس بعد الاستخدام الطويل. الاكسجين او اس كمان فيه شويه اضافات مفيده زي الهوم سكرين اللي على الشمال خالص، الوان بلس بتسميها شيلف، ودي بتديك اكتر ابلكيشنز تستخدمها والكونتاكتس اللي دايما بتتواصل معاهم. تقدر كمان تضيف لها ويدجتس زي ما انت عايز. السوفت وير كمان بيديك حريه تعمل كاستمايزيشن لحاجات كتير في الموبايل، زي انك تختار لون الاكسنت كلر مثلا، وده بيغير لون الزراير والتكست في المنيوز بتاعه الموبايل. الوان بلس اكس بيجي مع هاردوير باتنز وشغاله كويس جدا، وتقدر في سيتنجز تبرمجها انها تفتح اي ابلكيشن زي ما انت عايز، زي مثلا انك تعمل دبل تاب على الهوم باتن عشان تفتح الكاميرا. ولو مش عاجباك زراير الهاردوير في اوبشن مفيد جدا في سيتنجز، هو انك ممكن تلغيها خالص وتستخدم زراير السوفت وير اللي بتظهر على الشاشه. تقدر كمان توزع زراير الكويك سيتنجز زي ما انت عايز بالظبط، او ممكن تلغي منها حاجات. اوفر اول انا شايف ان الكاستمايزيشن اوبشنز اللي بيديها لك الاكسجين او اس تمام جدا،
وعندك كمان جيسترز مفيدة جدا مع الشاشة، زي انك تعمل دبل تاب عشان تشغل الشاشة، او انك ترسم حرف في عشان تشغل الفلاش. ممكن كمان ترسم دايرة عشان تفتح الكاميرا بسرعة من غير ما تعمل انلوك للموبايل. وبالكلام عن الكاميرا، الابليكيشن بتاعت الكاميرا سيمبل واضحة، وتقدر تعمل سوايب فوق وتحت عشان تغير بين المودز المختلفة للتصوير، والاتش دي ار اوبشن موجود كمان. في الاضاءة العالية الصور بتطلع كويسة والديتيلز مش بطالة، والالوان واقعية، بس في الاضاءة المنخفضة الصور بتقل الكواليتي بتاعتها بشكل كبير، والصور بتكون مش واضحة ومزغللة. تصوير الفيديو هنا اخره فول اتش دي ومفيش 4K ومفيش مانع الاهتزاز، وللأسف الصورة بتطلع مهزوزة بشكل واضح، والكواليتي بتاعت الصورة متوسطة مش عالية. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل، والكواليتي بتاعتها مناسبة جدا للسيلفيز. طبعا بطارية لون بلس اكس أداءها كويس ومقابلش معاها مشاكل، وبتكمل اليوم مع الاستخدام المتوسط، ودتني في حدود من 3 لـ 3.5 ساعات سكرين اون تايم. ونيجي للحاجات اللي مش كويسة في الون بلس اكس، الظهر الازاز بيلم بصمات بسهولة جدا وهتحتاج انك تمسحه كل شوية، ولقيت ان الون بلس اكس من اكتر الموبايلات اللي بتتزحلق بسهولة جدا من على اي حاجة، وده في رأيي السبب ان ون بلس خلت السيليكون كيس انكلودد في علبة كل موبايل. ون بلس كمان بتبيع كيسز تانية بكواليتي احسن والوان اكتر على الموقع بتاعهم. الون بلس اكس كمان مفهوش NFC، مفهوش كويك تشارجنج، مفهوش وايرلس تشارجنج، بس لما ارجع نفتكر ان الموبايل ب $250 بس، بتطلع الباكج اوفر اول ممتازه جدا، وده في رايي احسن موبايل رخيص حجمه صغير نزل السنه دي. وحتى لو مش هيكون موبايلك الرئيسي، انا برجحه جدا لاي حد عايز يشتري موبايل تاني معاه، او عايز يقدمه حتى هديه لاي حد. عشان تشتري الون بلس اكس حاليا بسعره الرسمي محتاج دعوه، وانا عندي 3 دعوات. اللي محتاج دعوه منهم يعمل سبسكرايب ويكتب لي في الكومنتس انه محتاج دعوه، وانا هختار 3 اشخاص عشوائيا وابعت لهم الدعوات بتاعتهم ان شاء الله. وبس، لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك ويا ريت سبسكرايب، واستنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.